السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، تقدم معنا في الدرس الماضي أهمية دراسة قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وذكرنا أن معتقد أهل السنة والجماعة في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده. نؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وصفاتهم والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها والأخبار التي جاءت عنهم إجمالا وتفصيلا. وأن أول الأنبياء آدم عليهم الصلاة والسلام، وأول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام، وخاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب كافر، كفر أكبر. وذكرنا أيضا أن معتقد أهل السنة والجماعة أننا لا نذكر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا بخير، ولا يمكن أن نقرأ في الإسرائيليات أو الكتب التي ذكرت بعض الأشياء التي فيها قدح في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وتقدم أيضا أن الكتب المؤلفة في قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بعضها قد دخل فيها ما دخل من الأحاديث المكذوبة أو الضعيفة أو ما إلى ذلك أو الإسرائيليات. ونرجع في قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلى القرآن والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن في هذا القرآن أحسن القصص، وأنه الحق، ولا حق إلا ما أحقه الله سبحانه وتعالى. اليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ بدراسة أبو البشر، أول نبي أرسل من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. اللقب أبو البشر، آدم عليه الصلاة والسلام. الزوجة حواء، وخلقت من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام. الأولاد ذكر أهل السير بعض الأسماء، وإحنا قلنا سنسير على ما ورد في الكتاب والسنة. لم يرد عندنا في الكتاب والسنة تسمية قابيل وهابيل وشيث. ذكر أهل السير أن قابيل وهابيل اقتتلا، وسيرد إن شاء الله تعالى القصة، لكن لم يرد في كتاب أو سنة ذكر قابيل وهابيل بهذا الاسم. القصة ذكرت، نعم سترد معنا. أما شيث، ذكر أهل السير أنه كان بعد آدم عليه الصلاة والسلام، وأنه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. المكان خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه الصلاة والسلام وأسكنه في الجنة، خلق في يوم الجمعة، وأدخل الجنة في يوم الجمعة، وأخرج من الجنة في يوم الجمعة. تكريم الله سبحانه وتعالى لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أن الناس في يوم القيامة يأتون، أول ما يأتون إلى آدم عليه الصلاة والسلام. إذن ذكر في حديث الشفاعة وأن الناس أول ما يأتون إلى آدم عليه الصلاة والسلام، وذكر مع أولي العزم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في حديث الشفاعة. قالوا
أنه هو أبو البشر، خلقه الله سبحانه وتعالى بيده، الوحيد الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بيديه هو آدم عليه الصلاة والسلام من المخلوقات، وهذا في تكريم لآدم. وأمر الملائكة عليهم السلام أن يسجدوا له، لكن هذا السجود لا يمكن أن يكون عبادة لآدم عليه الصلاة والسلام، وإنما أمروا بالسجود طاعة لله، فالسجود هذا عبادة لله سبحانه وتعالى لا عبادة لآدم عليه الصلاة والسلام. ونفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى، أي أن آدم عليه الصلاة والسلام روح من الأرواح التي خلقها الله وأضاف إلى نفسه تشريفا، كما في عيسى عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى في سياق الكلام عن عيسى عليه الصلاة والسلام ذكر قصة آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم. ذكره في القرآن، ذكره في القرآن، ذكر آدم عليه الصلاة والسلام في القرآن في 25 موضعا، بل أول قصة في القرآن في ترتيب القرآن الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، أول قصة وردت في القرآن هي قصة آدم عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة. ابتدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بتقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: مؤمن وكافر ومنافق نسأل العافية والسلامة. ثم بعد هذا ذكر لنا قصة آدم عليه الصلاة والسلام. نعم. الوفاة، توفاه الله سبحانه وتعالى، عاش آدم عليه الصلاة والسلام 1000 سنة وتوفاه الله سبحانه وتعالى. نعم. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بشر تميزوا عنا بالرسالة، ولا يعلم قبر نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وحفظه الله سبحانه وتعالى من أن يعبد من دون الله. إعلام الله للملائكة بخلق آدم، قال تعالى وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. سنشرح هذه الآيات بشرح مختصر، ونذكر المهم عندنا في قصة آدم عليه الصلاة والسلام. خليفة يعني يخلف بعضهم بعضا. الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام مسموع له صوت وحروف، يتكلم متى شاء بما شاء مع من شاء كيف ما شاء، بكلام يليق به سبحانه وتعالى لا يماثل كلام الخلق. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذا الاستفهام من الملائكة عليهم السلام لم يكن للاعتراض، بل كان للاستعلام. ما الحكمة يا رب من خلق الإنسان واستخلافه في هذه الأرض؟ وسألوا الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى أجابهم، فقال سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون. إذن هناك حكمة قدرها الله سبحانه وتعالى لاستخلاف هؤلاء في الأرض. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. خلق آدم عليه الصلاة والسلام من تراب، ثم بعد هذا التراب أضيف إليه الماء فأصبح طين، ثم بعد هذا جف فأصبح كالفخار بلا روح، ثم نفخ الله سبحانه وتعالى فيه من روحه، يعني روح من الأرواح، آدم عليه الصلاة والسلام روح من الأرواح التي خلقها الله وأضاف إلى نفسه تشريفا. خلقه عليه الصلاة والسلام، قال تعالى
قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قلنا هذا فيه تكريم لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، أنه هو الوحيد من المخلوقات الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بيديه. الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيديه وكتب التوراة لموسى عليه الصلاة والسلام وغرس جنة عدن بيديه سبحانه وتعالى. هذا فيه منقبة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومنقبة لآدم عليه الصلاة والسلام، ومنقبة لموسى عليه الصلاة والسلام، حيث أن الله سبحانه وتعالى كتب له التوراة بيديه، وأن الله سبحانه وتعالى غرس جنة عدن بيديه إكراما لأهل الجنة. أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. أستكبرت أم كنت من العالين؟ نسأل الله العافية والسلامة. إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ثلاثة أشياء صنع: أبى عن أمر الله سبحانه وتعالى، تكبرا استكبر، وكان من الكافرين. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. تعليمه عليه السلام تحية السلام. الله سبحانه وتعالى علم آدم عليه الصلاة والسلام تحية السلام، فهذه التحية التي يعني الآن يلقيها بعضنا إلى بعض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والإجابة، هذه كانت سنة كتبها الله سبحانه وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام. نعم. تعليمه عليه السلام الأسماء واختبار الملائكة. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أيضا هذه من المناقب التي لآدم عليه الصلاة والسلام، أن الله سبحانه وتعالى علم آدم عليه الصلاة والسلام أسماء كل شيء موجود. واللغات، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، مبدأ اللغات والأسماء توقيفي، هذا المبدأ، لكن التجريبي هو الذي يحدث ويأتي. يعني مثلا أشياء تحدث عندنا في هذه الأيام، مثلا يحدث لها اسم، وفي الغالب أن يكون هذا الاسم مقارب لها، مثل مثلا ما عندنا اليوم موجود الهاتف. نعم. وعلم آدم الأسماء كلها، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين للملائكة عليهم السلام مزية آدم، أن له مزية عليه الصلاة والسلام بأن علمه الأسماء، أسماء كل شيء موجود حتى يعرف هذه الأشياء. نعم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ينبغي للإنسان إذا سئل عن شيء وهو لا يعرف هذا الشيء يقول الله أعلم. فقالت الملائكة عليهم السلام: وكلوا العلم إلى عالمه، إنك أنت العليم بالظواهر والبواطن، تعلم الماضي والحاضر والمستقبل. الحكيم من الحكم ومن الحكمة، فالله سبحانه وتعالى له الحكم الشرعي والحكم القدري، وله الحكمة البالغة في الشريعة وفي القدر. نعم. ونثبت هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب والشهادة،
وعلم الله سبحانه وتعالى لا يمكن لأحد أن يعلم ما استأثر الله سبحانه وتعالى به في علم الغيب عنده. نعم. خلق حواء. قال تعالى: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. نعم، خلقت حواء من ضلع آدم، وأعوى الشيء في الضلع أعلى، ونحن ليس لنا إلا أن نقول آمنا وصدقنا وسلمنا، وقلنا هناك أشياء من علم الغيب لا نزيد فيها ولا نسأل، لأن الصحابة رضوان الله عليهم عندما قرأت عليهم هذه الآيات آمنوا بها، لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فصدقوا وآمنوا، فليس لنا إلا الرضا والتسليم، ونكتفي بما ورد في القرآن والسنة. نعم. أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام. قال تعالى: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة من نور، وخلق آدم من طين، وخلق الجن من نار. لا يشك مسلم أن إبليس من الجن وليس من الملائكة. ويقول الحسن البصري: لم يكن إبليس طرفة عين من الملائكة، وأمر بالسجود في نص القرآن، قال: إذ أمرتك. إذن أمر إبليس بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام، وقلنا هنا السجود عبادة لله سبحانه وتعالى. الآن مثلا نحن نطوف حول الكعبة ونستقبل الكعبة في الصلاة، هل نحن نعبد الأحجار؟ لا. الذي يقبل الحجر الأسود ويعتقد أنه حجر لا يضر وينفع هو يعبد الله سبحانه وتعالى، ويعتقد أن هذا حجر. طاف حوله النبي صلى الله عليه وسلم، نطوف كما طاف النبي عليه الصلاة والسلام، إذن نحن في هذا نعبد الله سبحانه وتعالى. فعندما سجد الملائكة عليهم السلام لآدم، السجود هنا كان عبادة لله، وكالتحية أو السلام لآدم عليه الصلاة والسلام. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. لا يقول مسلم أن أي عبادة يمكن أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، العبادة حق لله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا ما يمكن يعبد غير الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يخطر على بال مسلم أن شيئا من العبادة يمكن أن تصرف لغير الله. نعم. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. إذن هذا نص صريح في أن الله سبحانه وتعالى كما أمر الملائكة عليهم السلام أمر إبليس بالسجود. نعم. قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. كذب والله، كذب في هذا الادعاء، وهذا قياس يسميه العلماء قياس فاسد. الطين أفضل من النار. النار، يقول ابن سعدي رحمه الله، هذا قياس فاسد، وكيف يقول هذا الكلام؟ حتى ولو كان النار أفضل من الطين، إذا أمر الأصل أن يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، كيف والطين أفضل من النار؟ النار مادة الطيش، والطين تطفأ النار بالطين. والله سبحانه وتعالى قدر أن الملائكة تخلق من نور، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلقوا لطاعة الله سبحانه وتعالى. خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه الصلاة والسلام من تراب حتى يعمر الأرض من الأرض، وكان بني آدم على منهم السهل
ومنهم الصعب والحزن والطيب والخبيث وكذا، على ما الأرض عليه. وكانت الشياطين نسأل العافية والسلامة من نار. نعم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. نعم. نعم. إسكان آدم عليه السلام الجنة. قال تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. هذا فيه تكريم لآدم عليه الصلاة والسلام وحواء بأن الله سبحانه وتعالى أسكنهما الجنة. نعم. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. الله المستعان. فيه أن الخروج من الجنة فيه شقاء، يعني حياة الإنسان في هذه الأرض فيه شقاء بدليل الآية. نعم. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. نعم. هذا من المنن التي منها الله سبحانه وتعالى على من كان في الجنة. نعم. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. تضحى يعني لا يصيبه يعني شيء من الحرارة، ويقال عندنا الآن وقت الضحى عند اشتداد الحر. نعم. الأكل من الشجرة. قال تعالى ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. نهي عن شجرة واحدة. يقول بعض العلماء لو لم يرد لنا في القرآن قصة آدم عليه الصلاة والسلام ما استطعنا أن نتكلم بكلمة، ولا يمكن لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أن يتكلم على آدم عليه الصلاة والسلام بغير ما ورد في القرآن. فنقف على ما ورد في القرآن والسنة، وهذا أبو البشر وخلق الله سبحانه وتعالى بيديه وأسجد له الملائكة وتاب عليه، فلا يمكن أن نتكلم بأدنى كلمة. نعم. فأزلهما الشيطان عنها. فأزلهما يعني من الزلل نسأل العافية والسلامة. وفي قراءة في آية أخرى قال فدلاهما بغرور. الشاهد هنا في قصة آدم عليه الصلاة والسلام، يقول ابن القيم رحمه الله وغيره إذا كان هذا أبو البشر وخلق الله سبحانه وتعالى بيديه وأسد له الملائكة وعلموا أسماء كل شيء وأتاه الحكمة والعلم والحلم، ومع هذا أوقع إبليس، فأنت هل تظن أنك تسلم؟ لا والله. لكن يقول ابن القيم رحمه الله، يقول من الحكم ظن، يقول هو رحمه الله، يقول ظن اللعين، ظن إبليس أن الله سبحانه وتعالى إذا وسوس إبليس وأكل آدم من الشجرة أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر له ويعذب، ولا يدري أن باب التوبة مفتوح وأن هذا آدم عليه الصلاة والسلام يحصل له ولذريته كل خير. فذكر ابن القيم رحمه الله الحكم المترتبة على خروج آدم من الجنة، فخرج ليعود إليها، خرج حتى
حتى يبعث الله سبحانه وتعالى من ذرية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصديقين والشهداء والصالحين، خرج حتى تتبين الحكمة من خلق الجنة والنار والخير والشر وما إلى ذلك. نعم. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. نعم، بدأ بالوسوسة لآدم عليه الصلاة والسلام. نعم. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. في آية أخرى قال وقاسمهما، يعني أقسم إبليس، أقسم بالله، حلف بالله، لم يتصور آدم عليه الصلاة والسلام أن هناك أحد يحلف بالله كاذبا، لأنه يعظم الله سبحانه وتعالى، فعندما أقسم له إبليس صدق، فدلاهما بغرور. أكلا من الشجرة، كان قبل هذا لا ترى العورة، وعندما أكل من الشجرة بدأت الآن يعني العورة تنكشف، فأخذوا من أوراق الشجر يغطوا به العورات. نعم. توبة الله عليه وإخراجه من الجنة. نعم. قال تعالى فأخرجهما مما كانا فيه، يعني من النعيم. نعم. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اهبطوا بالجمع وجاءت بالتثنية اهبطا. اهبطوا بالجمع يعني آدم عليه الصلاة والسلام وحواء وإبليس، واهبطا إما أن يكون عائد على آدم عليه الصلاة والسلام بحسب السياق وحواء تبعا له، ثم الطرف الثاني هو إبليس، أو آدم وحواء. نعم. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يعني لا يخلد في الأرض خلود أبدي، سيعود إلى الجنة. نعم. إذن خرج ليعود إليها. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. اللهم تب علينا وارحمنا يا أرحم الراحمين. هذا فيه التفريق بين ما حدث من آدم عليه الصلاة والسلام وما حدث من إبليس. أمر إبليس بالسجود فأبى واستكبر وكان من الكافرين، إذن قامت عليه الحجة وعاند وأصر وبقي، وآدم عليه الصلاة والسلام مجرد أن حصل منه ما حصل الله سبحانه وتعالى من عليه بالتوبة، و كانت هذه الكلمات التي علمها الله سبحانه وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. الخوف على ما يستقبل والحزن على ما مضى. نعم. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. لا يمكن بعد هذا أن نتكلم بكلمة في حق آدم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال اهبطا منها جميعا. نعم. بعضكم لبعض عدو. ظهرت العداوة الآن بين آدم وذرية آدم عليه الصلاة والسلام وبين إبليس ومن كان معه. نعم. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اللهم اجعلنا ممن اتبع هداك واهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الجزاء من جنس العمل، نسأل العافية والسلامة. نعم. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. نعم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. علم الله سبحانه وتعالى آدم عليه الصلاة والسلام وحواء هذا الدعاء وتاب عليهما. نعم. قصة ابني آدم. الآن ننتقل إلى القصة التي ذكرت في القرآن، وقلنا ما ثبت عندنا في كتاب أو سنة تسمية قابيل وهابيل، وسنذكر بدون ذكر أسماء. نعم. أو سنذكر الأسماء على ما ذكر يعني بعض أصحاب السير، لكن لا يمكن أن نقطع بهذا. نعم. قال تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. تقبل من أحدهما، كان لديهما حاجة وكل واحد منهم قرب قربان، لا ندري ما الحاجة ولا نسأل، هناك أشياء لم يرد ذكرها في الكتاب والسنة لا نسأل عنها. نعم. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. العمل الصالح يقبل بالإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما يتقبل الله من المتقين، ما قال أنا من المتقين أو مني لأني متقي، قال من المتقين. تتقي الله يقبل الله سبحانه وتعالى منك. نعم. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. قال هذا لوعظه وزجره عن هذا الفعل، يقول إذا أنت تفعل هذا أنا لا أفعل. نعم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. الموضع موضع تنفير، ويستعمل هنا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، خوفه وقال هذا كذا وكذا، كما في قوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بعض الناس ممكن يسأل يقول كيف ومخلد خلود أبدا وكذا، يقول الموضع موضع
التنفير وترهيب من هذا الفعل وهو القتل، وهذه أول جريمة حدثت في تاريخ البشرية. نعم. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. نعم، نسأل عافية السلامة. حدثت هذه الجريمة، وأول ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى كان بسبب الحسد، سواء كان من إبليس لآدم عليه الصلاة والسلام أو من ابني آدم عليه الصلاة والسلام. نعم. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، لأنه لا يعرف كيف يدفن هذا الميت، فجاء هذا الغراب، قالوا إما أنه ينقر بمنقاره أو برجليه. نعم. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. نعم. قصة آدم مع داود عليه السلام. قصة آدم عليه الصلاة والسلام مع داود عليه الصلاة والسلام، أن الله سبحانه وتعالى أرى، يعني آدم عليه الصلاة والسلام رأى ذريته، فرأى فيهم رجل له وبيص، فقال من هذا؟ قال هذا داود عليه الصلاة والسلام. قال كم له من العمر؟ قال 40 سنة. فطلب الله سبحانه طلب آدم عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمر داود، وأن يعطيه من عمره 60 سنة. فعندما جاء ملك الموت عليه السلام لقبض روح آدم عليه الصلاة والسلام، وكان آدم يعد يعني الأجل، فجاء قبل الأجل وما تذكر هذا الأمر، قال فجحد آدم فجحد ذريته، ونسي فنسيت ذريته. ولهذا شرع لنا في الشريعة الآن الإشهاد والكتابة. لماذا؟ لأنه قد تنسى وقد تجحد. نعم، هذه القصة باختصار. نعم. قال بطلان قصة تسمية ولد عبد الحارث. هذه القصة إذا أردتم ما أطلنا عليكم نذكر آخر قصة الله أعلم ونختم بها. يلا بسم الله. نعم. قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. هو الذي خلقكم من نفس واحدة يعني آدم عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه رد على من يقول أن أول خلق الإنسان قرد. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى نحن نقول أنه أول خلق الإنسان آدم، وآدم من تراب. اللي يريد يكون أصله قرد يذهب إلى هؤلاء يكون قرد، ليس لنا علاقة بهم. لا يمكن نكذب كلام الله سبحانه وتعالى أو ننتسب إلى القردة أو الخنازير، نسأل العافية والسلام. هو الذي خلقكم من نفس واحدة يعني من آدم عليه الصلاة والسلام، ويصح أيضا القول الثاني هو الذي خلقكم من نفس واحدة يعني من الجنس البشرية، وجعل منها زوجها يعني آدم، حواء خلقت من آدم، جعل منها زوجها. أو الشيخ أمين الشنقيطي رحمه الله في صاحب أضواء البيان يقول وجعل منها زوجها، أن الإنس لا يمكن يتزوج إلا بإنسية. أما أن يقول أنه تزوج بجنية وكذا، قال هذا مردود بالقرآن. وجعل منها زوجها ليسكن إليها. قال السكون إما سكون شهوة أو سكون مودة ورحمة. سكون الشهوة، الشهوة لا تنطفئ إلا بالحلال، سواء كان بالزواج أو التسري بشروطه. ليسكن إليها سكون شهوة وسكون مودة ورحمة، وجعل بينهما مودة ورحمة ليسكن إليها. قال فلما
تغشاها أي جامعها. وقال هذا نصوص الكتاب والسنة، كل نصوص الكتاب والسنة كناية عما يستقبح ذكره. لن تجد يقول في كتاب أو سنة ما يستقبح ذكره، كل كناية، يعني ما يوجد التصريح بماذا؟ بالكلام البذيء، إلا يقول في موضع واحد فقط وهو القاضي. القاضي يقول لهذا المتهم، يقول فعلت كذا، يقول له لماذا؟ لأنه الآن لابد يدرى عنه الشبهات. أما الخطباء الوعاظ لا يمكن أننا نعظ الناس إلا بالكتاب والسنة، ومن لم يتعظ بالكتاب والسنة فلا واعظ له. ولهذا قال فيه الرد على من يتكلم أحيانا يقول فلان التقى بفلان وصنع كيف؟ فلما تغشاها، أي قلنا جامعها، حملت حملا خفيفا، يعني في أول الحمل، أول الحمل الحمل خفيف في الأشهر الأولى إلى 4 أشهر مثلا، فلما أثقلت في الأشهر الأخيرة 7 والـ8 والـ9، فلما هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما، جمع بين الربوبية والألوهية. لئن آتيتنا صالحا، صالح في ماذا؟ صالح في الخلقة أو في الخلق؟ إيش تريد؟ الاثنين. يقول أريد صالح في الخلقة، ما يأتي مثلا مشوه معاق، وفي الخلق وبارا بوالديه، تمام. لأن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هذا قال فيه إشارة إلى تحريم النذر، لأن الغالب أن من ينذر إيش؟ لا يفي. يقول يا رب لو تصنع لي، كأنه مقايضة، لو كذا كذا. لا، ما نذر النبي صلى الله عليه وسلم، بل نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. حصل المطلوب، ماذا؟ قال فلما آتاهما صالحا. الأصل أنه يفي بماذا؟ بهذا الوعد. جعل له شركاء، جعل له شركاء، إما أنهم أضافوا سلامة المولود للأطباء. الآن يخرج من العيام مركزة، تخرج الزوجة، يقول سلم الولد بالطبيب، صح؟ جعل له شركاء، أضاف سلامة المولود للأطباء أو القابلة، أو جعل له شركاء، يعني قدموا محبة الولد على محبة الله، أو قالوا أن الذي جاء بهذا الولد هو الولد الفلاني. هذا الشرك الأكبر إسرائيل عليه السلام، على اعتبار جعل له شركاء فيما أتاهما. فتعالى الله، إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى منزع عن كل نقص وعيب. فتعالى الله عما، قال إيش؟ ماذا؟ آخر الآية، يشركان، يشركون. إذن هذه القصة في بني آدم، ليست في آدم عليه الصلاة والسلام. وقلنا لا يمكن أن نتكلم على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بأدنى كلمة. في حديث مكذوب يقول عنه ابن حزم رحمه الله، يقول رواية مكذوبة موضوعة أن هذه القصة في آدم عليه الصلاة والسلام وحواء، وأنه لم يثبت في هذا حديث، وأن في القصة هنا أنه قال يشركان ويشركون. لو كانت في آدم وحواء كانت الآية يشركا. أجمع العلماء على أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عصمهم الله من الوقوع في الشرك الأكبر والأصغر، وما يمكن أن آدم يصدق عليه الصلاة والسلام، يصدق إبليس في أن إبليس يخلق، ما يمكن يصدق هذا آدم عليه الصلاة والسلام. إذن يا أخواننا، لا تسمع إلا للكتاب والسنة، إلا الأحاديث الصحيحة الموضوعة المكذوبة. الإسرائيليات لا نذهب إليها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. من العادة أن في آخر الدرس كل واحد يذكر لنا فائدة يحسن السكوت عليها. السؤال ممنوع، أنا أسأل فقط أو تعطوني فوائد، أما تسألوا ممنوع السؤال. نعم، من يعطينا فائدة؟ نعم الشيخ.
إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، صفة الكلام لله، وإثبات اليدين لله سبحانه وتعالى وجه اللائق به. نعم. إيش؟ تعالى الله سبحانه وتعالى، إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، علو في الذات وعلو في الصفات. نعم يا أخي. الله أكبر. ريح نفسك وخليك مع الكتاب والسنة مرتاح ومطمئن، لا توسوس ولا يأتيك إبليس ولا يأتيك شك ولا شيء، ولا ترجع إلى هؤلاء يقول عندي قصة وحدث كذا وحدث كذا وحدث كذا وحواء كذا وقابيل وهابيل. القصص في القرآن يا أخي فيه كفاية، صح؟ أحسن القصص. نعم. نبأ ابني آدم قال إيش؟ بالحق. بالحق، يعني غير هذا ليس بحق. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا لا كذب، وعدلا لا جور ولا ظلم. فإذا كان خبر صدق لا كذب، وإذا كان حكم عدل لا ظلم. نعم. وانت واقف لازم إذا تستطيع القيام. نعم. إثبات أن سجود الملائكة عليهم السلام لآدم عبادة لله، ولا يمكن أن تصرف أي عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ومثلنا بمثال الآن عندما تقبل الحجر الأسود، أو تصلي عند مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو تطوف حول الكعبة، حجارة؟ نعم حجارة، أعتقد أنها لا تضر ولا تنفع ولا يمكن أن تعبد من دون الله. لكن اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأعلم أنك الحجر لا تضر ولا تنفع، صح؟ وسبحان الله، سيأتي معنا في قصة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا المقام مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند الكعبة، صح؟ سنين ظل إلى يومنا هذا منذ أن قام عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عبدت الأحجار عند الكعبة، عبدت الأصنام عند الكعبة، والله سبحانه وتعالى حمى هذا الحجر من أن يعبد، صح؟ لأنه مقام من؟ قال مقام الخليل. والله سبحانه وتعالى استجاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما دعا، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. يقول ابن القيم رحمه الله: فاستجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. نعم تفضل يا شيخ أنت بعدين. نعم. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا يمكن يحدث منهم شرك أكبر وأصغر، وطريقة أهل السنة والجماعة أننا لابد أن نذكر هؤلاء بالخير ونعتقد فيهم أن الله سبحانه وتعالى عصمهم من الشرك الأكبر والأصغر. تقدير الله سبحانه وتعالى، ومنها خروج بني آدم، خروج آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة. كان ابن القيم رحمه الله ذكر فوائد مترتبة على هذا الخروج، أن جعل منهم أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام وصديقين وشهداء وصالحين. نعم نعم يا أخي. ينبغي لمن سئل عما لا يعلم يقول الله أعلم، الله أعلم، تكل العلم إلى عالم، ولا تبحث عن أشياء يعني كتم عنك العلم فيها، مفهوم؟ أي نعم. وتؤمن بالغيب. نعم أخي. مهما نعم، وقلنا الشاهد من يعني من أنفع الفوائد في قصة آدم عليه الصلاة والسلام، قال أن هذا أبو البشر، خلق الله سبحانه وتعالى بيديه وأسجد له الملائكة وعلمه أسماء كل شيء، وذكر في حديث الشفاعة وهذه المناقب، ومع هذا العلم والحكمة. وفي حديث موسى عليه الصلاة والسلام مع آدم، انظر إلى حلم آدم عليه الصلاة والسلام عندما تكلم مع موسى عليه الصلاة والسلام، قال مع هذا الشيطان أقسم له بالله ووسوس ودلاه، قال فدلاهما بغرور، تسلم
لا، إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. فلا تقتر بحولك وبقوتك، ودائما تستغفر وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وجوده وكرمه أن يرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، واصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. والله أخواننا، قصة آدم عليه الصلاة والسلام فيها من الدرر، من الفوائد، من الحكم، يعني حلقة واحدة والله ما تكفي، لكن يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله، وترجع تستزيد، لكن من الكتاب والسنة وكتب السلف الصالح في قصة آدم عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيراً.